انتصار للعملات الرقمية كافة وليست فقط لعملة الـ XRP. صديقي، إذا ما كنت مستثمر بهاي العملة تابع مع الفيديو للأخير. هل دخولك الآن مناسب بالعملة؟ صديقي، معك عمر من قناة عالم العملات الرقمية. بتمنى منك صديقي تلقي نظرة على قناة التليجرام لتشوف أرباحي بنفسك، وما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتاخذ أهم الصفقات الناجحة بالإضافة لأرباحنا بسوق الفوركس. ألف مبروك للأشخاص اللي شافوا فيديو بيوم أمس بالضبط. اتكلمنا بأنه في زيادة اهتمام بالتواصل الاجتماعي على عملة الـ XRP وهذا المؤشر السعودي. الأشخاص اللي شافوا الفيديو أكيد دخلوا بالمناطق 47 سنت والآن عندهم مربح 200%. حتى ما يفوتك هيك فرص، مهم كتير صديقي تشترك بالقناة. أعلن القاضي وبشكل رسمي انتصار عملة الريبل على هيئة الأوراق المالية، وقطعا بأن العملة ليست سيكيورتي. صديقي، هذا الانتصار مو بس عملة الريبل، حتى لباقي العملات الرقمية. شفنا ارتفاع بالبيتكوين وباقي العملات الرقمية، حتى هبوط الاستحواذ، انخفض استحواذ البيتكوين على سوق الكريبتو، انتعج سوق الكريبتو وكسر قمم جديدة. اما صديقي بالنسبة لعملة الـ XRP، بيوم امس بالضبط دخلناها عند مناطق 47 سنت مع شباب والان محققين ارباح كبيرة. صديقي، دخولك بالفومو خطأ، بالضروري بعد كسر هالترند الصاعد بنرجع ونعيد اختباره. وقتها ممكن صديقي عند اعادة الاختبار ممكن تدخل بالعملة. صديقي، اما الان عند ارتفاع العملة دخولك بالتأكيد خسارة كبيرة لرأس مالك. اول اهداف العملة عند مناطق 92 سنت ومناطق الدولار، تعتبر مقاومة وحاجز نفسي. مهم كتير صديقي تخرج ارباحك بهاي المرحلة. ايضا حصل اضافة جديدة لعملة الريبل على منصات اخرى ساعدت بالارتفاع. كان خبر الانتصار كافي ليفجر سوق الكريبتو بشكل عام. بالتأكيد صديقي، اذا ما كنت داخل بهاي العملة انتظر الفرص. سوق العملات الرقمية مليء بالفرص، لكن بيحتاج شوي الصبر. صديقي، اذا كنت بتفضل اهم الصفقات الاستثمارية والمربحة اكثر من 200%، انضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو وادعمني باللايك والاشتراك لتأخذ أهم الصفقات.